فلورا محبوش تعاني من فقد سمع شديد، تم اكتشاف المشكلة في عمر 4 شهور وعرضها على الدكتور بعد إقناع الأهل بشكل كبير وتأخرهم في التدخل المبكر. عرضها على الدكتور مازن الهجري في عمر 7 شهور. بعد 7 شهور تم عملية الزراعة على الطفلة في عمر 1 سنة و7 شهور. و7 شهور تم الزراعة للطفلة ودمجها في جمعية الأمل لزارعي القوقعة وتدريبها لمدة 1.5 سنة على برامج سمعية ونطقية، برامج سمعية ونطقية مكثفة وجلسات فردية تقوم بتدريب وتأهيل الطفلة على الحروف العربية والحساب والحروف الهجائية واكتسابها اللغة المحيطة واللغة الخارجية. وكانت الطفلة ذكائها ممتاز، تكتسب اللغة بشكل كبير وسريع، تستخدم اللغة بشكل سريع، السمع لديها ممتاز، لفظت بعد العملية بشكل سريع. بعد 1.5 سنة من التأهيل لراما تم دمجها في روضة السماح للطفولة، روضة طبيعية تحتوي على أطفال طبيعيين. تقوم الروضة بتأهيل الأطفال بشكل أكبر واكتسابهم لغة بشكل طبيعي أكبر ودمجهم مع الأطفال الطبيعيين حتى يكونوا كأطفال طبيعيين في المستقبل. كانت الطفلة راما بشكل ممتاز تتعاون مع الأطفال بشكل طبيعي جدا، تستجيب للحصص والفقرات والأناشيد، تشترك في حفلات ورحلات للروضة، تقوم بأنشطة وتشارك في الصف بشكل كبير جداً.